الغنى والموسيقى هما يعني من أهم السمات اللي بتميز الأعياد بالنسبة للمصريين وبالنسبة للناس في كل مكان. هنسمع أصوات كتير هتعجبكم بإذن الله، أصوات مختلفة ليها بصمة مميزة في عالم الغناء والطرب. هسمع معاكم دلوقتي ضيفتي في الاستوديو اللي صوتها مصري وصوت مصري أصيل، مادونا. صباح الخير عليكي ومنورانا. صباح الخير يا مصر، كل سنه وانتي طيبه. وانتي طيبه، ميرسي. وانتي طالبه في معهد الغناء العربي، معهد الموسيقى العربيه. معهد الموسيقى العربيه. أيوة. وكمان بتغني في الاوبرا. ايوه، احكي لنا كده، انت شكلك صغير، احكي لنا الموضوع بدا ازاي وتغني في الاوبرا ازاي. اوكي، هو الموضوع بدا من وانا صغيره، كنت برنم في الكنيسه، وبعد كده عرفت ان في معهد موسيقى عربيه فقدمت فيه من بعد اعدادي على طول. بس وبعد كده واحده واحده اكتشفت بقى ان ممكن اغني اوبرا، فبغني اوبرا في الاوبرا يعني. مين قدمك؟ مين ساعدك في دخول الاوبرا؟ الدكاتره في المعهد. بس ليكي قدوه او يعني حد كده في الغنى وانت صغيره كنت بتبصي عليه وتقولي انا عايزه اغني زي ده او زي دي؟ يعني ممكن عايزه اوصل لنفس الليفل ده، يعني اللي هو انا بحب شيرين جدا طبعا. طب يلا بقى سمعينا حاجه كده. ماشي، طب نقول قديم ولا جديد؟ اللي تختاري. ماشي، ممكن نقول في يوم وليلة. اتفضل. مادونا، ازاي مطرب بيقدر يتصنف انه يغني اغاني زي في يوم وليلة او اغاني الزمن الجميل اللي اكيد اغاني مش سهلة، ومطرب لا ما ينفعش يغني اللون ده من الاغاني؟ ممكن على حسب يعني خامة الصوت اكتر، والتدريبات برضو، التدريبات بتفرق كتير. يعني انتوا بتتدربوا في الكلية بتتقسموا ولا يعني هم بيخطئ؟ يعني هو ده اللي انا بسال عليه، انه في خامات صوت معينه تنفع لده وخامات صوت لا ما تنفعش اللون ده من الموسيقى. لا، هو في المعهد او في الدراسه عموما احنا بندرس، يعني كله بيدرس كل نفس الحاجه، بحيث ان هو يعني يبقى في تطور لي. يعني انا مثلا لو انا داخله بغني عربي بس، فلا انا لما دخلت المعهد بقيت بغني عربي وبغني اوبرا. لكن قبل كده ما كنتش اعرف حاجه خالص عن الغنى الاوبرالي عموما يعني. طب طموحك ايه؟ حاسه نفسك توصلي لايه؟ يعني اكيد نفسي ابقى مطربه مشهوره وبس. بتعملي ايه عشان توصلي لده؟ ازاي بتشتغلي على نفسك؟ يعني انت يومك كده بيمشي ازاي؟ وهل بتشاركي في حفلات تانية بره الاوبرا؟ يعني أكيد. بتغني كده في حفلات لاصحابك؟ بتعملي ايه يعني؟ احكي لنا اكتر. لا، غنيت في كذا حفله، يعني غنيت في حفله في الاي يو سي، كانت بتاعت ثواني مهرجان اسمه مهرجان المسرح الجامعي، ده بيبقى على مستوى الدول العربية كلها. غنيت في الافتتاح وإذاعة الختام، دي كانت برضو تجربة لطيفة. وغنيت قبل كده في مسرحيات كتير في المغرب وفي عمان، وهنا في مصر غنيت 4 مرات تقريبا. يعني هي بحب الغناء أكتر على المسرح، لأن هو يعني بيدي جرأة أكتر. ويمكن بتشوفي تفاعل الناس طبعا في نفس الوقت، فبتحسي ده بيديكي قوه اكتر انك طبعا تكملي وتتالقي وانت بتغني. طب هتسمعينا ايه كمان؟ ممكن نقول يا عشقة الورد. اتفضلي. ماشي. عايزه اسالك، وانت لسه في مشوارك الفني بتصعدي، ايه اللي ممكن يعطلك او يعطل اي فنان صاعد لسه بيحاول يرسم مشواره في الفن؟ الاختيار، اختياره للاغاني ولا اختياره للاماكن اللي بيشتغل فيها؟ الاثنين يعني، كل حاجه، الاختيار في كل حاجه بيبقى يعني لو مش صح ممكن يوقع في لحظه، وممكن في لحظه برضو يعني يخليني اتعرف جدا. فهو الاختيار ده بالنسبه لاي حد في اي حاجه هو مين بيساعدك عشان تختاري؟ يعني بتاخدي اراء من حواليك؟ لا بصراحه في ناس كتير بتساعدني، يعني طبعا بابا وماما واخواتي واصحابي وكل اللي حواليا، يعني هم مشجعيني، فانا عشان كده بحاول يعني اعمل ده. بس يعني مثلا بيقولوا لك غني اغاني معينه، احنا بنحب صوتك في شكل الاغاني دي، فانت بتشتغلي عليه اكتر ولا يعني شكل خالص. المساعده بيكون عامل ازاي؟ لا خالص، هما بيشجعوني ان انا اغني اي حاجه علشان يبقى في تطور في الغنى نفسه. بتنزلي شغلك على السوشيال ميديا، ويمكن دي بقت اداه دلوقتي للشهره والناس بتسمع، الى اي مدى في تفاعل من الناس مع ده؟ لا بصراحه انا بتبسط جدا من رد فعل الناس، بيبقى حلو وبيدي يعني طاقه حلوه وبيخليني دايما اتشجع، يعني الموضوع بيبقى لا حلو. وعملت كذا كوفر كمان.
ومش بس يعرف بيك الناس اللي بتحضر الحفلات وبتشوف الكلام ده، يمكن ناس ظروفها ما تسمح لهاش انها تنزل من بيوتها وتروح اشغالها، ويمكن ظروفها الماديه ما تسمح لهاش بده، بس بتشوف بقى كل الناس دلوقتي بتشوف مواقع التواصل الاجتماعي. طبعا فوجودك في مواقع التواصل الاجتماعي ده بيخدم اكيد اكيد موهبتك الفنيه. اكيد. طيب عايزين نختم بقى معاكي بحاجه للعيد. اوكي، ممكن نقول يا ليله العيد. يا ريت. دنيا مجدي يعني نورتينا وامتعتينا واطربتينا في صباح الخير يا مصر، ميرسي. وسعدنا بوجودك معانا في اولى حلقات عيد الاضحى المبارك. شكرا ليك يا مدنا.